كيف تعلق على جلسة المحكمة في لاهاي؟ هو حقيقة لا شك أننا أمام لحظة تاريخية، بمعنى في زوايا محددة منها أنه للمرة الأولى في تاريخ الصراع وفي تاريخ هذا الكيان يجلب هذا الكيان إلى محكمة ليحاكم على الجرائم التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني، علما بأن هذا الكيان لم يتوقف عن ارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني منذ تأسيسه إلى اليوم. نعم. ولكن واضح تماما أننا في حالة تتغير فيها إلى حد ما البيئة المحيطة، البيئة الدولية والتعاطف مع الشعب الفلسطيني والنظرة الدولية إلى حقوق الشعب الفلسطيني، ثم ولعل هذا الأهم أن النظرة إلى هذا الكيان تتغير. وهذا لعله عندما تحدثنا عن تداعيات 7 أكتوبر العسكرية والأمنية والاجتماعية وأنها هذا جزء كبيرة، هذا جزء مهم من التداعيات، ولعله من الأهم أن تجلب إسرائيل. قد تمتد هذه المحكمة لسنوات ويقاضى الإسرائيليين على جرائمهم بالتفصيل. هذا تحول كبير ومهم في المشهد وفي مشهد الصراع الفلسطيني وفي مسار نيل الفلسطين لحقوقهم. ولكن أيضا في زاوية أخرى، كل الشعب الفلسطيني وكل المناصرين للحق الفلسطيني كانوا يأملوا أن يكون القرار أكثر وضوحا وأكثر حسما وأكثر فاعلية في وقف هذه الحرب والوقف الفوري لهذه الحرب. كنا نأمل أن يكون القرار هو اتخاذ التدابير اللازمة، بمعنى القرار بوقف الحرب، الوقف الفوري للعدوان على الشعب الفلسطيني وإحالة هذا الموضوع إلى مجلس الأمن للتنفيذ. هذا كان سيكون أقوى. المشكلة أن الاحتلال يمكن أن يفهم من هذا القرار أنه بإمكانه أن يستمر في حربه، وكأن الشعب الفلسطيني يستحق هذه الحرب، ولكن عليه أن يتخذ التدابير لكي يكون عدد الضحايا أقل، يدخل مساعدات، يدخل الغذاء والدواء وما إلى ذلك. وكأن فكرة أو أصل شن الحرب على الشعب الفلسطيني وقطاع غزة لا مشكلة فيها، وأعتقد أن هذا خطير وهذا يمكن أن يستغل من قبل حكومة الاحتلال، علما بأنه بالتأكيد حكومة الاحتلال متضررة ومتضررة بشكل كبير من ليس فقط قرارات المحكمة، وإنما من فكرة أن تؤخذ، من فكرة قبول الدعوة وأن يؤخذ الكيان إلى محكمة العدل الدولي. نعم، قبول الدعوة مسألة في غاية الأهمية، هي قبلت شكلا ورد الطلب الإسرائيلي برد هذه الدعوة، بمعنى أن أركان جريمة الإبادة الجماعية وهي أم الجرائم كما تسمى دوليا هي واقعة شكلا، ويبقى فقط الحكم بوقوعها بشكل مباشر جدا. ماذا يمكن أن يترتب دكتور أحمد على ما جرى اليوم؟ هو بالإضافة لما تفضلت به، وأن إسرائيل الآن هي في قفص الاتهام في محكمة العدل الدولية لسنوات قادمة، عندما تلت القاضية النصوص هي أقرت المحكمة بأن هنالك تصريحات كانت تدعو إلى الإبادة الجماعية، وبأن هنالك أفعال كانت يمكن أن تؤدي إلى الإبادة الجماعية، وأن هنالك وسمت المسؤولين الصهاينة بالاسم الذين تحدثوا بطريقة تفضي إلى القيام بإبادة جماعية وارتكاب مجازر، وتحدثت عن وزير الدفاع وعن وزير البيئة وعن أعضاء في المستويات السياسية والعسكرية المختلفة، وطلبت أيضا اتخاذ إجراءات لمنع هذا التحريض. إذن جزء من هذه القضايا التي قبلتها المحكمة ينبغي أن يتم اتخاذ إجراء بحقها. هذا يعني أن هنالك إدراكا دوليا بأن هؤلاء المسؤولين هم يشكلوا خطر على الشعب الفلسطيني، هم عنصريون، هم متطرفون، هم يتحدثون بجمل سياسية تشكل خطر على الشعب الفلسطيني وعلى وجوده. الشيء الثاني بأن هنالك إقرار من محكمة العدل الدولية سيزعج إسرائيل أيضا بأن الفلسطينيين يشكلوا مجموعة عرقية وطنية لديها خصوصية، وهذا ما ينكر الاحتلال بكل مكونات. وأنت تعرف أنه هم ينكرون الهوية الفلسطينية وينكرون وجود الشعب الفلسطيني. اليوم محكمة العدل الدولية تقول بأن الفلسطينيين لهم الحقوق كمجموعة عرقية وطنية سياسية خاصة ومهددة بارتكاب الإبادة الجماعية.